تنفاح تنفاح الزبداني من هالموسم يا ام نجوى رحم اللي جزداني. تفاحي احلى تنفاح تفاح الزبداني ومن هالموسم يا ام نجوى رحم اللي جزداني. شايفي شايفي يا ام نجوى قد ايش هارر تفاح على الارض من الهواء اللي اجى امبارح. شو بدنا نساوي يا ابو نجوى؟ هالشغله بتصير مع كل الناس. شو يعني ما بدك يهر تفاح من على الشجر؟ الشغلة عادية عادية؟ قال عادية قال وكأنه هالتفاح يلي عم يهر من على الشجر ببلاش ومش حاطين عليه دم قلبنا. قسما بالله يا ام نجوى كل ما بتهر تفاحة بحس قلبي وقع من مطرحه. هي شو صار لك يا ابو نجوى؟ حاشت نقبقة طوشت لي راسي. حمود ربك وشكره انه التفاح هالسنة حامل والموسم ممتاز. لا 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 يا نجوى لا لا الله يهديك ويصلحك على هالعملي. ليش هيك عملت اي؟ شو عملت شو عملت يا بي؟ اشتهيت تفاحة وقطفتها واكلتها. صحة وهنا على قلبك يا بي، بس يعني كل هالتفاح الملحوش على الارض قدامك ما عجبك؟ ضروري تقطفي من على الشجرة وكأنك خانم من المدينة. بس انا ما بحب اكل تفاح ساقط. ليش ليش شبو التفاح الساقط؟ من طول عمرنا بناكل تفاح سيقيت وعين الله علينا
بقى منين طلعتي لي بها العادي البشعة يا نجوى؟ خلاص يا ابو نجوى لفها، البنت استحلت تفاحة من على الشجرة، شو صار يعني؟ خربت الدنيا؟ حاضر يا ستي، وهي لفيناها، بس إذا اشتهيتوا مرة ثانية على التفاح قولولي أنا بدبركين. أي أنت هنيك شو عم تعمل عندك ولا؟ العمى بقلب العمى، ولك منين هالولد هذا اللي عم يخطف تفاح وكأنه الدنيا سايبة، ولك وقف عندك! وقف ولا إيه؟ وقف عندك ولا؟ وقف تابرشيك! يخرب بيته وهرب! ولك يخرب بيت هالولاد شو شقرين يا عم نجوى؟ راح يموتوني، راح يوقفوا لي قلبي، يعني لسه التفاح ما استوى وبلشوا يسرقوا، كيف لكان لما بيستوي؟ عرفتوا ابن مين هالولد؟ لا والله ما عرفتوش، هرب مني مثل ابو برايس، مثل الحر داون هرب. بس الله رحمه ها، لاني لو قدرت القته كنت سلخته كفين مثل طباق الجمر، مثل فراق الوالدين، وكنت ربيت فيه ولاد الضيعه كلها. ولك العمى يعمي عيونهن عمي، يعني الشغل بتخلي الواحد يحط عقله بكفه. يعني نحن منزرع ومنسقي ومنحرث ومنعشب ومنبخ المبيدات وما مننامش الليل خوف من الصقيع ومندخن شجر ومنسهر ومنفكر ومندعي لربنا ومنربي الشجر كل شبر بندر وبالأخير تجي هالناس تسرقنا على البارد المستريح. يلعن هالتربية شو عيطلي، يخرب بيت هالولاد شو قرود، قرود هذول مش ولاد. يا ابو نجوى اذا بدك الله يبارك لنا بهالرزق لا تدورش على هالكم تفاحه اللي عم ياكلوهم الاولاد، قول بقلبك صحه وهنا بيكون احسن. لك شلون صحه وهنا انت ثانيه؟ ها شلون يعني اذا كان رزقي مبحبح ضروري العالم تنهبني؟ اما هاي سمعه كلامك صحيح يا ابو نجوى، بس انا ما بتصورش انه هالولاد عم ياكلوا تفاحنا بقصد السرقه. منظر التفاح على الشجر حلو حلو وبيغري. ولك يا ام نجوى فهميني فهميني شوي، انا مش منشان التفاحه والتفاحتين، بس الولد لما بيخطف بيده يعني عم يكسر عروق الشجر كلها مشان تفاحه وحده. ولا تنسي يا ام نجوى انه الشجره بدها يد حنونه، بدها قلب رحيم، بدها رعايه مثل الولد الصغير تماما، بقى ما بيصرش بتاتا مين ما كان يكون يمد ايده ويقطيف. شو شغلي سايبة يعني؟ ولك نيال هالشجرات عليك يا ابو نجوى. وليش بقى؟ يعني يا ريتني كنت شجرة بهالبستان، بلكي بتحن علي شوي. شو أمي؟ شايفة اشتغل الغزل؟ ليش لا؟ شو فيها انغزلته لبيك شوي؟ فيها شي عندك مانع يا ابو نجوى؟ لا ما عنديش مانع، بس راحت أيام اللولو يا ام نجوى. والعنزة سيرحة غير مبارحة، يعني هلق ما فيش بالكرم غير الحطب، يعني هلق بدنا نغازي. هلق يا مرة بعد ما اهترينا من قدام وورا. يلويه يلويه، خليك عم بتغازي للتفاح والشجر لأنه بطل مفعولك عند البشر. شو بدك سجل لك كمان؟ سجلي عندك يا بنتي 20,000 ورقة قسط البنك الزراعي. وهي 20,000 ورقة. وسجلي عندك يا نجوى 7,000 ورقة للصيدلية الزراعية حق مبيدات وأدوية. وهي 7,000 ورقة. لا تنساش دينات خيب وسالم ها، لأنك وعدت توفيهن على الموسم، مش حلوة نتأخر علي. هلق كثير خايفة على دينات خيك؟ شو يعني رح ناكلون عليها؟ ولا شايفتيني رح اترك الضيعة واهروب مشان دينات خيك؟ بعرف مش رح تاكلون علي، بس عم بذكرك تذكير يعني. ايه كثر خيرك والله. عم تذكرني. بسيطة، سجلي 10,000 ليرة لخيلك. قديش صار المبلغ جمعا يكون؟ هيك صاروا 60,000 ليرة.
60,000 ليرة بابوشتي. ذكروني يا جماعة، شو في عنا مصاريف ثانية. يا أبي ليش ما بتغمقنا البير؟ المي كل ما عم بتقل سنة عن سنة. إيه والله يا بنتي، البير صار لازمه تغميق يا تعزيل. أصبح على هالحالي ما رح يزيد لنا شي من الموسم، من موسم التفاح رح نطلع نحن والموسم راس براس. طيب يا أبي ليش ما منخزن التفاح بالبراد ومنخبيه للشتاء؟ أكيد بيجيب سعر أحسن. أفيناش نستنى للشتاء، المصاري لازمتنا هلا. وأيمتين رح نبلش نقطف يا أبو نجوى؟ يعني شي أسبوع زمان مش أكثر، وقتها بيكون التفاح استوى مليح. قومي نجوى الله يرضى عليكي، جيبي لنا صحن تفاح من التفاحات اللي لميناه امبارح. على عيني. تسلم عيني. تأمر على الراس وعلى عين، اشرب واسقيني من العين. تأمر على الراس وعلى عين، اشرب واسقيني من العين. مثلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب. مثلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب. معقول نلاقي محبوب؟ مش معقول نلاقي اتنين. تأمر على برافو برافو. يلا عبلا قومي صار دورك. لا حبيبتي معلش انا خلوني للاخر. هي الاخر كلياتنا رقصنا الا انتي. يلا عبلا لا تنطفي قلبنا، قوم هزي خسرك وخلصينا بقى. لا تحرجوني في ريال والله ما بعرف. عبلا عبلا عبلا. طيب طيب ماشي، بس بتزقفولي منيحة لاني ما بعرف ارقص اذا كانت السقفة نايتة. انتي رقصي وتركي هالشغلة علينا ولا يهمك. يلا غنولي. يلا. ميل يا غزيل يا غزيل، ميل ميل يا غزيل ويا غزيل ميل. ميل لك ميولي، ايل لك ايولي. ميل لك ميولي، ايل لك ايولي. لسقك فنجان قهوه ميل، لعمل لك تبولي ميل. لسقك فنجان قهوه لعمل لك تبولي. اه منك يا غزيل، اه يا غزيل يا غزيل. ايه ما تبله التفتيلة يا حق، وين كنت بخبية كل هالمواهب؟ ايه لا مواهب ولا شي، كلها شوبرة بشوبرة. لك ايه يسلم لي التواضع يسلم. يا جماعة هلا بدنا نسمع صوت اميرة، ان قالت ايه وان قالت لا. اعوذ بالله انا ما بعرف غني منوب. شلون ما بتعرفي تغني؟ مبارح غنيتي لي قمرة يا قمرة لا تطلعي على الشجرة. صحيح بس كنت منسجمة. شو هالشغلة؟ ولا يهمك هلا منخليك تنسجمي غصبا عنك. بس انا ايه انتي انتي بدنا اميرة. اميرة اميرة اميرة. إيه. بس بتردوا وراي ها؟ انتي بس شو نحن منغني معاكي. يمايا يمايا تدعسك الترمايا. هلا هيك رح نشتغل؟ الحق عليكي انتي اخترتي لنا غنية ما لنا حافظينا. خلص خلص حغيرها حغيرها. بس تكون شي أغنية هادية. لا أم كلثوم أحسن الشي. إيه ليش لا؟ على عيني. طول عمري بخاف من الحب. ريتك تعي بالجب. شو الظاهر متآمرين علي ما؟ لا والله بس بدنا نضحك شوي. وما لقيتوا تضحكوا إلا علي؟ طيب بسيطة. شو عليه؟ لوين رايحة أميرة مستأنسين؟ رايحة أجيب شوية تفاح. لا تكوني زعلتي أميرة. لا والله ما زعلت، بس فعلا اجى على بالي التفاح. هلا لا تعملي حيل علينا، بكره معزومين لعندي على منسف تفاح، واحلى تفاح جولدن وستاركن لعيونكن. ومن لك هالكرم المفاجئ انت الثانية، بعدين على حد علمي انتو ما عندكم بساتين. وشو يعني؟ إذا ما عندنا بساتين ما بناكل تفاح؟ لا تكوني ناوية تغزي شي بستان ها؟ وشو المانع؟ ليش فكرك أول مرة بعملها؟ بالعكس، كل ما اجى على بالي آكل تفاح، فوت على شي بستان بقطف يلي بدي إياه وبطلع. وبركي حدا شافه. وإذا شافني شو هالشغلة يعني؟ أصلا مين بده يحكي مشان كم كيلو تفاح؟ ومن عند مين بكرة ناوية تجيب التفاح؟ من بستان أبو نجوى، لأنه عنده تفاحات بيطيروا العقل، طعم ونكهة وكبار، كل تفاحة هالقد قدها. إيه الله يصلحك يا عبلة، إيه ما لقيتي غير أبو نجوى؟ ليش شبه أبو نجوى؟ إيه هذا الزلمة بخيل ومأنشح، وإذا شافك فايتي على البستان بده يعمل لك مشكلة. هو لأنه بخيل ومأنشح بدي أكل تفاح من عنده، وبصراحة طعمة التفاح من عند واحد بخيل أطيب وأحلى.
بقى شو رايكم يا صبايا تروحوا معي بكره لوين؟ على بستان ابو نجوى. شو عم نغني بالطاحون؟ نقطف يلي فيه النصيب ومنهرب. لا حبيبتي لا، نحن لا دخلنا ولا خرجنا، نحن مناكل وبس، والباقي عليكي لانك انت اللي عزمتينا. ولا مالك قد كلمتك؟ ولو انا اللي قد كلمتي، وبكره بتشوفوا. عندك وقفي عندك، كمشتك كمش اليد يا سراقه يا حراميه يا لصه. لك يخرب بيتك يخرب بيتك وبيت بيتك، شو ما عندك انت ضمير ولا وجدان يا سراقه؟ لا تقول سراقه، خلاصي ولي سراقه انت و600 سراقه كمان. ولك عين تحكي؟ لا تقول خلاصي، انا ما عم اسرق. مش عم تسرقي؟ لكن شو عم تعملي عندي بالبستان يا بعد عيني؟ وهذا التفاح اللي على الارض مين قطفوا لكان؟ أنا قطفتن، استحليت كم تفاح وحبيت أكلن، شو صار يعني؟ ها، حبيتي تاكليهن حبيبتي؟ إن شاء الله ياكلك السم الهيري يلي يهري بدنك إن شاء الله. وليش عم تسب؟ شو صار لك أنت؟ يعني ما بقى غير تضربني مشان كم تفاحة؟ وك بدي أضربك، بدي أضربك وأحسب الله ما خلقك، فهمتي ولا ما فهمتي ولي؟ لا والله ما فهمت. يخرب بيتك يخرب بيتك، شو شخرة قاعد بحضننا وعم تنتفي بالذقنة؟ مالي قاعد بحضن حدا، أنا زين ألفاظك أحسن لك. أما هذه سمعة سمعة هذه، يعني أنتي بدك تعلمين الأدب؟ لا بس لازم تعرف تحكي مع الناس بأصول. أي ورصاص يخلع رقبتك خلع. عم تضربني كمان؟ الله يبعث كسر لايدك ان شاء الله. لك انقلعي من بستاني، انقلعي من بستاني قبل ما يطلع جناني، انقلعي. ماشي الحال، رايحة، بس والله لخليك تندم وتدق راسك بالحيطان على هالكف اللي لطشتني اياه. والله لا دفعك الثمن غالي يا ابو نجوى، وبكره بتشوف، انا بورجيك. ايدك وما تعطي، يخرب بيتك، لك يخرب بيتك، شو دبي وبغلي انت؟ عال والله فوق حقه دقه. يا حرام على هالتفاحة يا عد، يا حرام على هالدفحات. يا طيب معقول الحكي اللي عم تحكيه؟ ايه شو صار بعدين؟ بعدين ضربني كف بايده اللي مثل المخباطه وبهدلني وسبني. يبلى ايده بالكسر ان شاء الله، شو مفكر بنات الناس سايبه ولا مقلت ظهره مقطوعه من شجره؟ ضربك كف؟ انا بنتي بتمضرب كف؟ بسيطه يا ابو نجوى، والله لا دفعك الثمن غالي. شغله وصلت لهون. اتركوني اتركوني، خلوني اخذ بيتاري من هاللعيم. لا خلص ان شاء الله، القصه مو محرزه. لك شلون مو محرزه؟ انا بنتي تضرب كف؟ بعدوا عني بعدوا، خلوني اتصرف، اسمه دمي فاير. ابو عبلة يا ابو عبلة ابو عبلة، هذا صوت المختار، ركض افتح الباب اوام. دخيلك يا مختار، بي حامل الجفت وبدي اقوص ابو نجوى. وين ابوكي؟ جوا تفضل. يلا يا ابو نجوى، ما بيصير هيك، انت رجال كبير ومقدر،
وما بيصير تضربها كف. شلون ما بيصيرش اضربها كف؟ وحدي حرامية بتستاهل أكثر من هاي كمان. حرامية؟ إيه حرامية، لأني لقد طلقت اليد وهي عم تسرق تفاح من البستان، وهذا هنن هذا هنن التفاحات يلي سرقتن. شوف يا مختار، شوف بعده أعشر بقى، مش حرام ينقطف عن أمه؟ مش حرام؟ والله إذا كان هيك الموضوع اختلف. معلوم اختلف، وبيني وبينك أنا بحمد ربي إنه الشغلة انقضت بشقفة كف. يعني أنا لو بدي كبر القصة وأعمل لها إيدين ورجلين كنت اشتكيت للشرطة ودكيتها بالحبس. يا أبو نجوى اسمعني وفهم مني منيح، أنت بيجوز الحق معك، بس كمان الموضوع ما بيستاهل. يعني ما كان في داعي تعمل كل هالشي من شان كم تفاحة لا راحوا لا اجوا. كم تفاحة ولا طاون تفاح، المبدأ واحد يا مختار، السرقة سرقة، واللي بيسرق بيضة بيسرق جمل. بقى بلخ المنحوس أبو عبلة حتى يسد حلقه ويخروس ويربي بنته مثل العالم والناس. عن إذنك حكيني بصراحة يا عبلة ولا تخبي علي شيء. مثل ما بتأمر يا مختار. أنت سرقتي تفاح من بستان أبو نجوى. لا يا مختار، شو هالحكي هاد؟ من أمتى كانت بنسرق؟ مو هذا القصد، بس كمان الزلمة ما رح يتبلاها هيك من باب لطاق. اي بلا ضريبي اشحنكو. احكي يا عبلة. شو بدي احكي يا مختار؟ القصة وما فيها اني استحليت كم تفاحة من عن الشجرة وقطفتن، هاي هي كل القصة. بقى مو حرام يضربها مشان كم تفاحة؟ ايه قريضها تقرضه ان شاء الله، كل هالتفاح اللي عنده استكتر على البنت كم تفاحة؟ العم شو نفسه دنية؟ هلا انت يا مختار، اذا بنت قطفت تفاحة من بستانك بتضربها؟ مو كل الناس مثل بعضها يا ابو عبلة. المهم نحن هلا لازم نلفلف الموضوع، ويا دار ما دخلك شر. نحن ملفلفين الموضوع، بس قبل كل شي لازم يدفع لي حق الحلق. أنو حلق؟ لما ضربني كف على خلقتي كنت لابسة حلق ذهب بأداني، ومن عزمة ضربة هرت فردة من الحلق على الأرض وضاعت. بقى خليه يدفع حقه حتى نعرف نحكي. وقديش حق الحلق؟ 2000 ليرة. حق كل فردة 1000، يا بيرجع لنا فردة الحلق يا أما بيعطينا 1000 ليرة. إذا كان هيك ماشي الحال، الشغلة بسيطة، أنا بحكي معه. 1000؟ 1000 شو يا مختار؟ 1000 ليرة حق فردة الحلق. ها، ومن امتى كانت هالسنكوحة بتلبس حلق ذهب حقه 2000 ليرة؟ هي وحدة كذابة وبتسوى فرنجين. قال 1000 ليرة. قال اسكتي يا نجوى، انا عم بحكي. شلون تسكت يعني؟ البنت معها حق، شو جايين يتبلونا تبلي ولا يقنصونا قنص؟ اسكت انت الثانية، انا عم باكل الهواء وبحكي. وهي سكتنا. شوف يا مختار، يكون بعلمك أني مش مستعد ادفع ولا فرنك ولا هللي ولا قرش، فهمان شلون؟ لان بالفعل هالجماعة ما بيستحوش يا خيي، يعني فوق ما فاتت البنت على البستان وسرقت التفاح وخربت لي الشجر كمان بدي ادفع تعويض؟ لا يا حبيبي، لا هي الله ما قال ابدا. يا ابو نجوى ما في داعي نكبر الموضوع، اسمع مني وادفع هال1000 ليرة وخلينا نلفلف القصة وننام مرتاحين. وكشو ننام مرتاحين انت ثاني؟ ها عم قلك ما رح ادفع. إن شاء الله عمرها القصة ما تلفلفيت وعمرها عبلة ما لبست حلق. مرحبا عبلة. أهلين بالصبايا. شو لوين رايحة؟ رايحة شقة على عمتي لأنها مريضة كتير. شو عبلة، وين يبدو يعزمنا على منصف تفاح؟ وقلكن عين تحكوا بالتفاح كمان، أصلا كل اللي صار لي من تحت راسكن. إيه بسيطة، منيح الشغلة انقضت بكف واحد. إيه عقبالك إن شاء الله. أو مين قالك انقضت بكف؟ المسكينة ضوعت حلقة بستان أبو نجوى. صحيح حبلة، شو قصة الحلق؟ والله مثل ما سمعتوا، دفعوا لك حقه؟ ما رضي يدفع. بس على مين؟ قسما بالله إذا ما بدفعوا اللي فوقه واللي تحته ما بكون عبلة بنت أبو عبلة. بده يتشاطر علينا هالبخيل؟ ما في مانع، خليه يتشاطر، بس على مين؟ انتوا بتنقوا الصغار واني الكبار، هذي ولي هذي. يشتهي الواحد. أبو نجوى، يا أبو نجوى، أبو نجوى. هيا هيا، شو بدو هاد؟ خير إن شاء الله. يعطيك العافية أبو نجوى. الله يعافيك. مدير الناحية طالبك يا أبو نجوى. مدير الناحية طالبني؟ خير، شو بدو مني؟ أنت روح لعنده وبتعرف شو القصة. ها
هلا خمسيك كل تفاحة ثانية وفهمني شو القصة. بصراحة عبلة وأبوها اشتكوا عليك عند مدير الناحية. اشتكوا علي؟ يا حبيبي هذا اللي كان ناقص والله. قر وشو يعني؟ يعني الأخ أبو عبلة ما بده منك غير 2000 ليرة حق الحلا. 2000 ليرة؟ قر لسه من يومين كانوا 1000، شو يعني؟ عم يخلفوا؟ 1000 ليرة حق الفردة، وأنا بدي حق الفردتين، لأنه إذا بدي ينزل على السوق لأشتري ما بدا يختم السوق. بقى شو قلت يا أبو نجوى؟ شو قلت؟ قلت تنقال قوالهم إن شاء الله، أنا ما بدفعش ولا نجري ولا في المنام، لأني أنا المتضرر يا سعادة مدير الناحية، أنا المتضرر مش هني. عبلة فاتت على البستان اللي عندي وسرقت تفاح من عندي، يعني هن يلي لازم يدفعوا تعويض مش انا. يا جماعة الخير، انا برأيي انكم تتصالحوا وتسامحوا بعضكم وخلينا نفض هالسيرة، بيكون افضل. انا ما بصالح لو انطبقت السما على الارض. اسا انت اللي ما بتصالح؟ انا ما بصالحش ولو طلعت روحي من تفاح صدري. قر نجوى، يا ابو نجوى. ايه يعطيك العافيه عمي. الله يعافيك. خير شو في؟ شرف، استلم لنا هالتبليغ. تبليغ شو؟ تبليغ من المحكمه. عبلة رفعت عليك دعوه هي وابوها. شو هالحكي؟ رفعت دعوه علي انا؟ شو يعني؟ هالبنت ما بدها تذوق على دمها هي واهلها؟ هلا وقع لنا هون على الدفتر لو سمحت. أني ما بوقعش، ببصم بصم. إيه شرف لك، بصم لنا هون. ماشي الحال. شكرا. خاطرك عمي. الله معك. نجوى مرحبا. اهلا وسهلا. مينك انت؟ بتعرفني يعني؟ انا المحامي كريم، موكل على الانسة عبلة. ها واسا وكلوا محامي كمان؟ وصلت يا حبيبي. عفوا عمو، حضرتك بتعرف طبيعة الدعوة الموجهة ضدك؟ اي نعم يا سيدي بعرف. بدهن 2000 ليرة حق الحلق، وانا مستحيل ادفع فرنك واحد ولو علقوا مشنقتي، فهمت؟ لا يا ابو نجوى الله يسامحك، يعني معقول يرفعوا دعوه ويوكلوا محامي مشان 2000 ليره بس؟ الوكاله الحاله بتكلف 2000. لكن لشو رافعين الدعوه؟ وعد كلي صار بدهن 4000. الجماعه رافعين عليك دعوه لانك ضربت البنت وسببت لها اذى بيدنها، وفي معهم تقارير طبيه بتثبت هالشيء. ايه والمعنى يعني؟ المعنى انا مالي حابك تنضرب، وحابب انصحك نصيحه لوجه الله تعالى. لا حبيبي انا مش راح انظر، لاني نقي وناصع وصريح، مش عامل شيء بتاتا. يا ابو نجوى لا تستهون بالموضوع، انت ممكن تروح على السجن. روح على السجن؟ لك هم، لانه طالما في تقارير طبيه معناتها في سجن. بقى اسمع مني وخلينا نحل الموضوع بشكل ودي، وانا بحكي مع الجماعه يصفتوا عن حقهم. وكيف بدنا نحل الموضوع بشكل ودي ويصفتوا عن حق البقاء؟ كيف؟ يا سيدي خذ المساله مني، انا بدبر لك اياهم شغله 40000 ليرة بس. 40000 ليرة؟ 40000 ليرة مشان كف واحد؟ اروح روح هيك من وجهي انت الثاني، روح العب بعيد يا عمي. لك روح خلصني. ايه اللي اشوف انت ضربت البنت كف لما شفتها بالبستان ولا ما ضربتها؟ ضربتها صحيح، ليس الكذب، بس أنا ما تبليتهاش تبلي، هي كانت عم تصرخ. يا عمي إذا شفتها كانت عم تصرخ تشتكي عليها للشرطة والشرطة بتجيب لك حقك، مو تضربها كف وبتبخش لها طبلة إذنها. أنا بخشت لها طبلة إذنها؟ يا سيدي قسما بالله كله كف صغير، أبي نحكاش فيه، أبي نحكاش. يا عمي الكلام ببلاش، بس نحن في عنا تقرير طبي هون بهذا الشيء. توب عندك لله. أمرك أستاذ. يحبس المتهم 15 يوما حبسا مؤقتا. حبس 15 يوم؟ بس
اسمعي تقليك، هاي 15,000 بكفوا؟ والله ما بعرف، بس يمكن يكفوا. وشو قال لك المحامي؟ ممكن القاضي يخلي سبيله ولا مش ممكن؟ هو قدم له طلب إخلاء سبيل وقال أكيد القاضي رح يوافق. لا حول ولا قوة إلا بالله، كانت باطلة ومحولة هالقصة، رح يروح حق الموسم للمحامين والدعاوي. طيب شو بدنا نساوي يا أمي؟ هذا اللي صار. وشو بده يعمل المحامي بعد إخلاء السبيل؟ قال رح يطلب تحويل عبلة للطبيب الشرعي مشان يثبت إنها كذابة وما فيها شيء، وساعتها بتسقط الدعوة ومنحطتهم كل المصاريف اللي دفعناها. طمني يا أستاذ، طلع تقرير الطبيب الشرعي؟ إيه طلع. خي الحمد لله، أكيد بيّن بالتقرير إنه قبلة إذن البنت ما فيهاش إشي وإنها كذابة، مش هيك؟ لا والله يا أبو نجوى مو هيك. مش هيك؟ كيف لك؟ يبدو إنه الجماعة سبقونا لعند الطبيب الشرعي ودبروه بشي طريقة. شو يعني؟ شلون يعني دبروه؟ يعني أعطاهم تقرير مو لصالحنا أبدا. ما فهمتش علاج. عم يذكر التقرير إنه طبلة إذن عبلة مبخشت نتيجة لطمة عنيفة تسببت بتمزق متهتك بالإذن، وإنك تسببت للبنت بعاهة مستديمة. وبصراحة يا أبو نجوى هي الشغلة لحالها فيها خربان بيت، لأنه نفير أوستاش بإذنها انضرب. نفير ما أوستاش؟ إيه والله يا أبو نجوى، ويمكن تنحبس مرة تانية. لعنة، لسه ما فرحنا بإخلاء سبيله، رجعوا حبسوا مرة ثانية. إيه والله يا أمي، ضرب عليك يا أبو نجوى. وليش تيحبسوا؟ قال التقرير تبع الطبيب الشرعي عم يقول إن طبلة الإذن تبع عبلة مبخشت، صار عندها عاهة مستديمة بنفير موستاش. إن شاء الله بتجيها ميت علي وعاهة، أصلاً هالبنت كلها على بعضها عاهات. هلأ قليلي، شو بدنا نعمل؟ جهزي لي شوية مصاري لأنزل لعند المحامي بكرة. كمان بده مصاري؟ طيب شو العمل يا أستاذ؟ شو العمل؟ معقولة نخليه موقوف ونضل ساكتين؟ نحن مالنا ساكتين يا أنسة، ورح حاول أقدم له طلب إخلاء سبيل تاني، بس ما بخفيكي أبداً إنه الموقف صعب شوي. شو اللي صعبه؟ يلي صعبه إنه الجماعة حابكينا من كل النواحي، بعدين لا تنسي إنه أبوك اعترف قدام القاضي إنه ضربها كف، وفوق كل هاد التقارير الطبية عم تحكي عن عاهة مستديمة بنفير أوستاش وطرش تام. طرش تام؟ إيه نعم، وعم يطلبوا الدعوة تعويض مالي كبير ومرتب شهري للبنت مدى الحياة. لا حول ولا قوة إلا بالله، كل هالشي من شان كف يا أستاذ. بقى أنا برأيي ما في قدامنا غير حل واحد. شو هو؟ لازم نتفاوض مع الجماعة مشان يسقطوا عن حقهم، وإلا أنا ما بضمن النتائج أبدا. بس أنا أبي ما رح يقبل بهالحكي أبدا. مو بكيفه، لازم يقبل. على كل حال أنا رح زوره اليوم بالسجن وتفاهم أنا وياه. يعني إذا دفع لهم قرشين هلا أحسن ما تدفعوا المحكمة تعويض وينسجن فترة طويلة. يعني كيف ما كان بيضل الرمد أهوى من العمى. ايه وعمى يعمي عيونه إن شاء الله. شو يا أبو نجوى اتفقنا؟ شو طالع باللي عمي؟ اتفقنا يا سيدي. عظيم عظيم كتير، مبروك مبروك أستاذ أناسي. الله يبارك فيك. يلا لكان تصافحوا وتصالحوا ونحن رح ننهي كل الإجراءات القانونية إن شاء الله. خير يا ابو نجوى، شو بك مش على بعضك؟ طمني يا ابي، مشي الحال؟ طمنا شو صار؟ مشي الحال يا ام نجوى. يا الف الحمد لله. يعني صفتوا عن حقهم؟ اي نعم، صفتوا عن حقهم وانتهت القضيه. وشو اخذوا منك تقبلوا يصفتوا عن حقهم؟ شو اخذوا مني؟ اخذوا البستان كله يا ام نجوى. بستان؟ اي والله يا ام نجوى، مشان كفوي حط طار البستان. مليح يلي ما تورطت ومعكت هشي قتلي حشك ولبك، شو كان صار فينا ساعتها؟ اه بتحبوا مع المشاوي كسريتا ولا شي طاو؟ عندي كسريتا مرتبة. ها لا يفضل شي طاو. طب ماشي تكرمني. تسلموا. وسام. ايوه خود مشيها بسرعة. مات تامر. أمر معلي. شو هاد شو هاد؟ ليشك شعرك طويل؟ عفوا معلم، صدقني أنا اليوم الصبح كنت بدي أحلق بس ما لحقت. أنا 100 مرة قلت لكم أكره شي علي إني شوف جرسون شعره طويل أو هندامه مو مرتب. طيب خلص بكرة بحلق. إيه بيكون أفضل، أحسن ما تحلق بالمرة.
بكرهك معلم. الو مطبخ، اعطيني توفيق. توفيق، وصلت الخضره ولا لسه؟ حلو كتير، بس وينك؟ الله يرضى عليك، انتبه ها، الخضره كلها بتتعقم بالبرمنجانات قبل ما تنزل على البراد. ايوه مثل عادي. بعدين وينك؟ هذا مساعدك، شفته امبارح عم يقطع البندوره من دون ما يلبس كفوف بايديه. بقى نبه لي عليه، اذا بشوف هيك منظر مره تانية ما بيحصل له طيب ابدا. يا حبيبي مو قصه نسي، لاني انا 100 مره قلت لكم المطبخ لازم يكون مثل غرفه العمليات تبع المستشفى. يعني لو بصح لي لبسكم كمامات ما بقصير. بعدين ليش مخللوا الكبيس عم ينزل على الطاولات من دون غسيل؟ ولك اخي، واذا البراميل مختومه لازم ينغسل. بقى الله يرضى عليك، نبه لي على الشباب يغسلوا المخلل منيح قبل تقديمه على الطاولات، لاني مالي مستعد ابدا اسمع اي ملاحظه من زبايني. مفهوم؟ نعم؟ طيب ماشي الحال. ابعت لي كاسة شاي خمير من عندك. ماشي. الله معك. يا محمد عمر، محمد عمر. أمرك معلم. مور معلم. شو؟ ليش هيك قميصك مجعلك؟ الله وكيلك مو مجعلك، بس هلا اجعلك. لك يا أخي اتجعلك بتبدله فورا. انصرف على شغلك. حاضر. تعا. ليش شعرك طويل انت التاني؟ اليوم التنين معلم. بكره بتحلق شعرك، احسن ما احلق لكم كلكم. صريف. وسام. مور معلم. تعال انت وصيني لشوف. مور معلم. شو هال؟ هدول مقبلات للطاولة 9. هلا هدول مقبلات؟ لكن شو هي معلم؟ روح رجعهم على المطبخ قوام، وقول له لهالفهيم يلي عبالك صحون خليه عبيهم مثل العالم والناس. لسه بيحط لي بالصحن لحسه حمص ولحسه متبل ولحسه شو يعني بدكم العالم يحكوا علينا ويطلع صيت على مطعمنا انه بخل بالاكل؟ لك انا 100 مره فهمتكم انه شغلتنا بدها كرم، بدها سخاء، نحن عم ناخذ من الزبون السعر اللي بدنا اياه، وبالمقابل لازم نحط له الكميه اللي بده اياها. اي والله لو عم تحطوا من جيبتكم مو هيك؟ روح قوام عبي صحون بسرعه. حاضر معلم. لحظة مور معلم. شو ها؟ هلأ بزمتك هاد صحن موالح هاد؟ يا معلم أنا ما دخلني، هنن عطوني إياه هيك. وين اللوز والفستق الحلبي والكاجو؟ ارجع على المطبخ قوام وخليهم يعبوا الصحون مثل خلق والعالم. حاضر معلم. أهلا وسهلا، لحالك ولا معك حدا؟ شو شايف أنت؟ لحالي. لحالك ولا؟ تفضل عندي. تفضل. اهلا وسهلا استاذ. اهلا وسهلا. لحظة شوي، شو عم تعمل؟ خير استاذ؟ شو في؟ اخي انا هالعادة ما بحب ابنوب، بقى من اولها ما بدنا نجذب على بعض. شو قصدك استاذ؟ حبيبي انا ما طلبت منك لا اني نتمي ولا على البيت محارم، ليش لزقتهم بخلقتي؟ ايه ولا يهمك استاذ، هدول ما بينزلوا على الفاتورة. اكيد عم تحكي؟ ولو استاذ، شو هي أول مرة بتجي لعنا على المطعم؟ اخي أول مرة ولا آخر مرة، أنت شو دخلك؟ عفوا عدم مؤاخذة، لا تؤاخذني إن شاء الله. بكل الأحوال شو بتحب تتغدى أستاذ؟ شو في عندكم؟ كل شيء بيخطر على بالك موجود. جيب لي فروج مشوي، ولا لك ولا فروج. جيب لي نص كيلو لحمة مع صحن حمص وصحن متبل. تكرم عينك، بتحب تشرب شيء مع الأكل؟ جيب لي عصير بردان فريش. تكرم عينك. وينك؟ تعال لك. قل له للشيف خليه يشوي لي سيخين بصل مع اللحمات، بس يكونوا صغار ها. بسياب. البصلات. أمرك. اهلا وسهلا. اهلين. خذ هذه طريقة. تكرم استاذ. مدام انتصار، انا ابو سعيد المرستاني صاحب مطعم جنة النعيم. قال حضرتك خبرتيني. بقى في شي ملاحظة يا ترى على الاكل اللي بعتنا لكم اياه؟ نعم؟ الكبة المشوية عم تشرشر كتير؟ معلوم بدها تشرشر، اجباري مدام، لانه نحن بنحط مع الكبة شحمة حتى تنز،
وبصراحة الكبة المشوية ما بتصير غير بهالطريقة. نعم؟ عفوا ليش شبه الكبة المقلية؟ لا يا مدام انتصار الله يسامحك، هيك رح ازعل منك ها؟ شو ليش؟ لأنه الكبة مليانة حشوة وكلها هبرة وصنوبر، أصلا كبتنا مشهورة بالبلد كلها. ضيوفك هيك قالوا؟ طيب مثل ما بدك، المرة الجاية إن شاء الله رح نعبي لك الكبايات ورح نترس لك ياهن ترس، المهم تكوني رضيانة مدام انتصار. لا لا ولو يا مدام، نحن قبل كل شيء بهمنا رضا الزبون، وشعارنا الزبون دائما على حق. الله يعافيك يا مدام، يا أهلي مدام انتصار، أهلا وسهلا ومرحبا، الله معك، الله معك، مع السلامة. عم تدور على حدا معلم؟ عم دور على الحمام، وين الحمام؟ الحمامات من هني من هون؟ ايه شكرا. معلم اعطينا حساب 19. لحظة حبيبي. خالص معلم؟ اهلا وسهلا استاذ، ان شاء الله عجبك الاكل. ظريف. بتحب نضيفك شيء بعد الاكل؟ شاي، قهوه، حلو، فواكه؟ لا يا استاذ ما بدي شيء، ما بدي شيء. عندي كريم كراميل ظريف يا اخي، ما بدي شيء. اي بامرك، تفضل استاذ. يسلم وشكرا. لا هي الفاتوره استاذ. ايه العمى شو هاد؟ شو هاد؟ فاتورة، الفاتورة. بعرف انها الفاتورة بس لشو 350 ليرة؟ شو الشغلة نهيب؟ لا عفوا استاذ، الفاتورة مفصلة قدامك، نص كيلو لحمة ب 250 و 100 مقبلات. شو هالحكي؟ لا والله خزيت العين حواليك، شاطر تمام. روح حبيبي روح، روح ابعث لي صاحب المطعم بسرعة، روح. عفوا استاذ، الشغلة مو محرزة، يعني اللي بتأمره نحن حاضرين. هلا بلا أكل هوا وصفحكي عم لك ها، قلت لك روح ابعث لي صاحب المطعم خليني أتفاهم أنا وياه. يا استاذ صدقني القصة. لك العمى ضربك على يباسة الراس. لك انت ما بتفهم عربي؟ قلت لك روح ابعث لي صاحب المطعم خليني اتفاهم انا وياه، فهمت ولا ما فهمت؟ خير خير خير، شو في؟ شو خير شو في؟ المشكله بالفاتوره استاذ، تفضل. شو بهالفاتوره؟ شوفها بعينك. طيب طيب استاذ ولا يهمك، كل شيء بينحل بالرواق. تفضل تفضل، لا حول ولا قوه الا بالله. تفضل تفضل حبيبي، تفضل تفضل تفضل. ايه استاذ قل لي، في عندك اعتراض على الفاتوره؟ يا اخي طبعا في، العمى على هالقصه. كل اللي اكلناهن شوية لحمة وصحن حمص وصحن متبل، لشو ال 350 ليرة؟ لشو؟ خلص استاذ خلص ولا يهمك، انت لا تشغل بالك بهالموضوع نهائيا. قديش حابب تدفع حضرتك؟ يا اخي مو قصة ادفع ولا ما ادفع، بس الشغلة احترام للزبون. ولا على بالك يا اخ، نحن بهمنا نكسب الزباين يلي مثلك، ومشان هيك رح نعتبر غدا اليوم ضيافة منا على حساب المحل يعني، وان شاء الله صحتين وانا حبيبي. على قلبك، يعني هيك خالصين؟ ايه طبعا خالصين، وإذا بتحب تشرب شاي أو قهوة أو تاكل فواكه أو حلو رح يوصلوا لعندك على الطاولة، تفضل. لا معلش شكرا كتر خيرك، قلنا له للشغيل اللي عندك ما بدي. السلام عليكم. الله معك، مهونة يا حبيبي. لك لا يا معلم لا، هيك شكيلات بدها الشرطة، ما بدها أكرم ومسايرة. أنت شو بفهمك يا شغلة؟ روح على شغلك حبيبي روح. حاضر. هلا انت متاكد انه هذا اول مطعم؟ اي نعم اي نعم، تفضل. طيب شرف لك. يعطيك العافيه وسعيد. اهلا وسهلا ومرحبا، الله يعافيك. الاخات كان عم يتغدى عندك شيء؟ اي نعم. خير؟ الله يصلحك يا ابو سعيد، سمعت مطعمك مثل المسك، يعني مو ضروري تنزعها بهيك شغله بسيطه ما بتستاهل. عفوا انا لحد هلا ما فهمت شيء. الاخ عم يقول انه فاتورته طلعت 350 ليره. مزبوط هالحكي؟ عظيم كتير. لكن ليش ما رجعتوا لك مات 500؟ انو 500؟ شلون يعني انو 500؟ انا اعطيت الجرسون اللي عندك 500 ليره مالي معوضين. عيب والله العظيم عيب. شو الشغله نهيب ولا تشليح؟ يعني عفوا ابو سعيد، حضرتك سيد العارفين، البخشيش ما بيصير بالزور، والمفروض بالجرسون يرجع له كمان 500 لحاله، مو يحطها بجيبته ويطنش.
والاخ اذا حب يكرمه يصطفل، بس مو يقول له معوضين ويطيلس. معكن حق يا سيدي، معكن حق. ازرعوها بدقنا هالمره. قديش بزد لك معنا ابو الشباب؟ 150 ليره بس. على عيني وراسي، تكرم عيونك. تفضل، هاي 150 ليره. منيحين؟ وصلك حقك؟ وصلني. معناتها احنا ما عدنا اللزوم. السلام عليكم. ما بصير هيك، عدوا اشربوا شاي. لا لا اسمح لي، فرصه ثانيه ان شاء الله. الله معك، مع السلامه. لحظه لحظه، اوعك تكبشني من قميصي. ها هلا برجع بنادي لك الشرطه. انا ما بدي اكمشك، بس بدي اسالك سؤال واحد. تفضل. شو هو السؤال؟ ليش هيك عملت؟ يعني فوق ما اكرمناك وما اخذنا منك مصاري وسامحناك بحق الوجبه، بتقوم بتشتكي للشرطه وبتتبلانا 150 ليره؟ مو عيب عليك؟ طيب ممكن انا هالمره اسالك سؤال؟ تشرف سؤال. انت ليش سامحتني بالمصاري؟ شفقة. هيك شفقت عليك وحسيت انك مفلس وما معك مصاري وجوعان وبدك تاكل وعم تتحجج انه الفاتوره غاليه مشان ما تدفع. ما اختلفنا، بس انت ليش ما جبت لي الشرطه او خليتني ادفع غصب عني؟ لا حبيبي لا، انا هالحركات ما بعملها منوب. وليش بقى؟ لاني عملت باصلي. ايه وانا كمان عملت باصلي. شفت الفرق بيني وبينك؟ فعلا فرق كبير.